مش حيك 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 والله ما والله ما تمشي الا قدام الشعر الشعر مالك هو الشعر مالك الشعر الشعر لا لا مزحت مزحت شباب مزحت شباب مزحت شباب مزحت شباب يلا حياك 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 يلا حياك 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 شيل السيارة قدامك حياك 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 وين شراتكم؟ هذه ذاك ذيك حياك حياك شلون يمشي ذا؟ أنا أقول أحمد ربك بس أخلص حياك 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 ابوي حياك اركب اركب حياك حياك سوله ما حل زجرك سوله ما حل وانا قايل من متعلم العون هو بالسواره بدويش اثر منكم ليش؟ قول شكر سيارتك ومش اركب قدامك هذا مالي وسط صدر وسط صدر هاي كلها كذا فاضي انا ابحث هلا انت سجران وسع صدرك وسع صدرك وسع صدرك وسع صدرك وسع صدرك بكيان وسع صدرك ولا انا بك ويانا ولا انا قعدت ايه وانا بك شاي وانا شيك مرتاح مرتاح معنا معنا وسع صدرك او ذا بليس ذا حار حار ما انت حاجه ذا حار 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 ها تحملنا الصار تحمل في الطريق مالي 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 صحيح مالي لاجل عين تكرم رم مدينه اركب 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 والله بتلعن مالي نص الطريق خلوا تحمل تحمل خلينا نخلص مهم ترى زين والله زين والله زين هذا اللي بيسوي لنا الفيلم مع ابو دويش هذا اللي بيخلينا نضحك والله العظيم انا طلعتكم انا اشكرك على هالهديه ايه بعلمك قسم بالله ان احنا بنضحك إيه. منين جبت انت منين جبت شلون منين جبته هو اللي تجيب الحاله لا وانا حبيته لكم رايك امشي امشي اوكي انا على وسط صدرك بعد وسط صدرك تعود اخلص اخلص يجي المغرب اللي احنا معودين لا يستوي المغرب اللي احنا معودين شمغ المغرب معوديني بالروح الرياضي ب 300 يلا امشي انت بس قلت لك لا يستوي المغرب اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله هيا هيا هلا 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 بالشيخ اخبارك شعلومك تعال 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 هلا عدول شلونك شعمومك شلونك شعلومك علومي زين عدول الله يحييك شلونك عساك طيب طيب حالك هلا والله سمعنا عنك طيب حالك هلا والله شنك متغير عادة لا هذا انا عادة انت عادة اي والله ما تغير فيك شيء لا اشوف شلون اي والله هذا انت عادة لا بس منور الله ينور اشتقت لي ولا ما اشتقت لي اشتقتك بقوة والله حبيبي حبيبي منور عادل منور لا حول ولا قوة الا بالله عاد شوفوا من شوفوا من اللي ركبها ليتس جو دونت هاف تانك حق احمد باي باي حبيبي بترتاح منه ابو احمد باي باي ابو احمد لا هو برتاح منه والله بس شو توصي ابو احمد؟ ما نوصي على الحلال انا برسل لك جدول الاعمال اللي في الحاسه كلها اخذه يا طول العمر ورتب الامور وخلص كل شيء صح بعد انت خلاص كسبت الخبره الكافيه الحين ما يحتاج بعد واحد يتابع وراك ابو احمد صح صح الحين قسم بالله بيجلدنا جهد بيجلد شوف ترى ما بيجلد ايش بيقول؟ ترى ما عنده الا على الصدام بس بيرسل لك على الصدام يا رجال هو على الصدام قسم بالله عادل عادل اي لاف يو حبيبي اي لاف يو سفن اي لاف يو سفن شنو اي لاف يو سفن ذي؟ ايش معناته اي لاف يو سفن؟ يعني سبع مرات احبك حبيب قلبي عدولة اخذ راحتك في الرحلة استمتع انطلق يلا تنطلق شد الرحيل نشد الرحيل شد الرحيل نشد الرحيل ننطلق انطلق يلا صوت يلا مشينا والله لا وحشة اسمع سوالف وضحك وساعة سد ما شاء الله تبارك الله الفندق عندهم كل شيء موجود القهوة والشاي يخدمونك لين تقول بس قهوة والشاهي والتمرة ايوه عندهم جلسات هنا ثلاث جلس هنا شوف يعني اللي بيريح تحت يجي يجلس تحت
شاء الله. هذا حق تنس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اشوفوا حق التنس حق والله شيء ما اعرفه بركان لهم شو البركان ما شاء الله. هذا حق الرياضة هنا كل شيء موجود. ما شاء الله تبارك الله. هذا المدخل هنا شرع ايش هذا؟ هذا طال عمرك هذا حي قرطبة. اي حي قرطبة حياكم الله. والله انت منورين منورين بمحلكم حياكم الله. الله يعطيكم العافيه حياكم الله. اي شيء تبونه موجود كل شيء موجود هنا كل شيء موجود ثلجت مليان شيء فمان. الله يعطيك العافيه حياك الله يخلي الجميع. وهذا ذي الجلسات اللي يبي يجلس ما شاء الله كم هذا عندهم مجلس جلستين هناك وهذا الثالث والرابع قدام ما شاء الله تبارك الله. ايوه هذه اربع جلسات خاصه اي للي يبغون يصدون يعني يتفرجون براحتهم على مباريات شيء جلسات رباعيه. هذا الكوفي شوب طال عمرك اي شيء موجود اي شيء ناقصكم نص الليل اخر الليل موجود. شوف لا يقول واحد بيروح جايع ولا شيء كل شيء موجود تحت. هذا كل شيء العصيرات وغيره والنكهات موجودة كل شيء والقهوة والشاي رتبونه. هذا المطعم سلك الله ايه بعد مطعم هنا هو يعني لا أحد يروح بمحل هنا في الفطور طال عمرك ايه. هنا الفطور طال عمرك سلام ايه ما شاء الله ما شاء الله تبارك في الافطار الصباحي ايه طال عمرك ما شاء الله ايه روى هذه يكون البوفيه طبعا مفتوح من 7 صباحا إيه. الساعه 10 ونص ايوه جميع الاصناف تقريبا موجوده كل ما له طلب يعني اللي تحتاجه إيه كل واحد اللي يبي فطور متنوع عندنا الاصناف الرئيسيه اللي هي بيض شكشوكه فلافل فول باذنجان طبعا الفطور الاجنبي العصيرات العصيرات الكورن فليكس بانواعه الكروسون الفطاير السلطات القهوه كل شيء موجود. هذا حد ولا رايح منه؟ هذا الجهه هذه مطلع على المسبح ايه هذه جلسه تدخل على المسبح ايه تدخل على المسبح وهذه مخلينا مخصصينها تقريبا اكثر شيء للعوائل ايه عوائل يصيرون منصدين ايه يجلسون منصدين. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. والشاي هنا والقهوه هنا ومجهزين حياك الله حياك الله الشيخ. الله يحييك. ايش رايك بالفطور؟ ما افطرت ايش سوى قاعد؟ ما لحق على جدول الغداء ما لحق على جدول الفطور. ايه حياكم الله. الله يبقيك نورتنا وشرفتنا والله يبارك. والله منورين محلكم. الله يرزقكم ويبارك لكم. اجمعين يا حبيبي اجمعين. ما اجي من بقاله طرشنا ولا اجي؟ سام؟ طرشنا ما اجي. ايه
في حاجة ناقصة هنا. أبد سلامتك ورضاك. أبو علي على القوة على القوة على التمارين على القوة معاهم الله يوفقك الله يحييك ما شاء الله ما شاء الله كم مشيت احنا يا أبو علي؟ مشيت 13 دقيقة يلا زين زين على القوة على القوة شد حيلك شد حيلك شد حيلك خالك نص ساعة خالك نص ساعة شد حيلك يلا زين يا ابو علي هالقوه ها شو تحسيت فيها الحين مع التمارين زين التمرين اللي فيهم السكر وذا يلا شجع شجع ربعك شيء يا ابو علي خلهم متمرنون شجعهم اللي ابي بعضهم يبي البراخه ما يبي يقوم يسوي رياضه كيف بهوا يلا زين زين هالقوه يا ابو علي الصحه وحق القلب ايوه الله يوفقك يا ابو علي العرق اللي ينزل كله ما مرض اي يلا زين حياك الله الله يحييك معاهم إيه.